صباح الفل على كل مشاهدي قناة دي ام سي وي، برنامجنا برنامج 8 الصبح. وصبح على زميلتي العزيزة هبة ماهر. صباح صباح الفل، الفل عليك يا هبة. صباح القمر يا رحوم، صباح الخير على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح لحد الساعة 10 معاكم بكل الجديد لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. دايما بنبتدي معاكم بطبعا الأحوال الجوية، بنرصد فيها درجات الحرارة معاكم، بيكون معانا كمان الحركة المرورية، بنرصد معاكم كل الجديد من خلال فقرة الأخبار، بيكون معانا فقرات حوارية هنتابعها معاكم على مدار الساعتين. النهاردة إيقاعنا سريع، والنهاردة أنا ورحمة هناخدكم برضو في جولة كده، يعني هتكون إن شاء الله فقرة حلوة هتعجبكم، خليكم معانا وتابعوا كل ومهمة الفقرات. مهمة. يلا بينا. يلا بينا، تعالوا بقى نشوف بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم. زي ما تابعنا مع حضراتكم درجات الحراره والبيان التفصيلي بالدرجات، سواء المدن الساحليه بقى اللي كلنا دلوقتي بنبقى متطلعين خاصه في العطله الاسبوعيه، عشان الناس اللي بتطلع مثلا يوم وترجع يومين وترجع بتبقى حاجه لطيفه جدا ان هي تخطف من الزمن كده ساعتين زي ما بنقول، بتبقى حاجه لطيفه انها تغير جو، ان شاء الله ترجعوا بالف سلامه. لكن احنا بنقول هناك يمكن الرطوبه عاليه، درجات الحراره اقل لكن الرطوبه اعلى، بقالنا يومين كده حاسين الرطوبه اعلى درجات الحرارة ثابتة بعض الشيء، لكن احنا حاسين بالحرارة أكتر لأنه نسبة الرطوبة بقالها يومين مرتفعة شوية. فاحنا برضو عندنا بعض التوقعات الفصلية، يقول لك الصيف السنة دي هيكون قصير والشتاء هيجي بسرعة، فكلنا يعني أول ما قرينا الخبر ده امبارح قلنا يا رب الصيف ينتهي بسرعة حتى محبي الصيف. طبعا من التغيرات الفصلية اللي احنا بنشوفها دلوقتي ده نتيجة للتغيرات المناخية على مستوى أنحاء العالم. صباحكم زي الفل وتستمتعوا كل الأجواء إن شاء الله، صيف شتاء كله جميل من عند ربنا إن شاء الله. تعالوا نشوف الحالة المرورية.
إلى رصد حركة المرور مع حضراتكم عن طريق تطبيق جوجل مابس. تعالوا نشوف الخريطة بتقول لنا إيه. الخريطة بنبتديها معاكم من طريق صلاح سالم باتجاه كوبري أكتوبر، وإحنا شايفين معاكم كده وبنتحرك واحدة واحدة. طريق لطيف جدا، وياريت كل الأيام تبقى يوم الجمعة. وبنعدي أهو امتداد صلاح سالم، رايق الحمد لله. كوبري اكتوبر بقى بنطلع من عند صلاح سالم كده، وبنشوف معاكم الاتجاهين اسفل كوبري اكتوبر، كمان رايق. مش محتاجين بقى احنا النهارده ناخد اي طرق يعني تكون مثلا بديله او حاجه، لانه الطرق الرئيسيه بالنسبه لنا طرق رايقه الحمد لله. شفنا رمسيس، نعدي كمان على كورنيش ماسبيرو، محور 26 يوليو باتجاه مدينه السادس من اكتوبر، كورنيش الدقي، سفنكس احمد عرابي، التفريعات الجديده اللي معموله عشان تستوعب الكثافات. توصلوا بالف سلامه ان شاء الله. نخلي بالنا من السرعات المقرره قدر المستطاع، نخلي بالنا طبعا من مسافات الامان، ومهم قوي السرعات المقرره مش بس عشان الرادارات لكن عشان سلامتنا واماننا ان شاء الله. وتوصلوا يا بالف رب العالمين سلامه ان شاء الله. ودي حاجه كويسه طبعا، لان برنامج 8 الصبح بيتشاف، ودي طبعا من الحاجات اللي بنبقى مبسوطين بيها جدا جدا، وان شاء الله هنقدم الاحسن والافضل عشان يفضل يتشاف. تعالوا بقى مع بعض، تعالوا نشوف بقى ايه المواقيت الصلاه. النهارده بتطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين. أكثر من 35 فعالية ترفيهية تناسب كل أفراد العائلة. عصفور طلي بالشباك، ملقاش حاجة باقية هناك. سألته هل داء الولع كان الدواء بصدقه. ركز يا بسبس. مع شباب الجامعات المصرية في الأفواج المتتالية اللي هتبقى طول الصيف. وزارة الشباب والرياضة جزء أصيل من مهرجان العالم. يوم جميل يا سهر والله، ونجوم مصر كلها هنا. مثيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب. المباراة الترفيهية طبعا
الناس الاساطير، الناس اللي هي كنا احنا بنقعد معاهم دول موجودين كلهم هنا. اللي بتميز هنا خصوصية بصراحة. أكثر حاجة اتبسطت فيها إن الألعاب والمكان كان هادي. إنك تركب أتوبيس نظيف ومكيف ومجاني، فدي أحلى حاجة في الدنيا. شباب الكلاسيكو ضد أساطير الكرة على ملعب واحد، ملعب العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. الحفلة النهاردة ممتعة جدا، والأجواء هنا في مدينة العالمين الجديدة بصراحة أجواء رائعة، المهرجان كله هايل. اخترنا مجالات كتيرة، يعني أشغال فنية، تصوير وتصميم، أنا كنت مشاركة في التصميم وعملت التصميم يعني يعبر عن قد إيه إحنا بنحب فلسطين يعني وكده. موجود معاكم النهاردة في مناسبة مهمة جدا، وهي إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة. لما بنسافر دايما بنجد انه كتير جدا بيسالونا احنا نفسنا نروح العلمين، نفسنا نشوف الساحل الشمالي. ان ليها شويه ذكريات جميله معايا الصراحه.
8 الصبح والى استعراض باقه اخبارنا. امبارح كان في بعض الاخبار اللي نشرت كده وتم تجذيبها، كان ابرزهم وطبعا الموضوع بتاع الثانويه العامه ونتائج الثانويه العامه دايما بيكون مثير للاهتمام بالنسبه للطلبه وبالنسبه لاولياء الامور، ومثير للذعر كمان بالنسبه لهم في حاله انه النتيجه اتاخرت. ولذلك بدورها قامت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني ونفت كل الكلام جمله وتفصيلا اللي اتقال على موضوع ظهور النتيجه، وقالت انه لا صحه تماما لما تردد عن اعتماد نتيجه الثانويه العامه لهذا العام او الاعلان عنها بكره، وشددت على انه هيتم تحديد موعد اعلان النتيجه فور انتهاء كافه اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفه. يعني يا جماعه لسه الموضوع ولا صدر ولا لسه هيطلع يوم السبت زي ما اتقال، لسه الموضوع طبعا بياخد الاجراءات بتاعته وهيتم اعتماد النتيجه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والتفوق للجميع باذن الله، والنتيجه اللي ترضيكم ان شاء الله، ويكون حتى النتيجه اللي لم يوفق فيها يقدر ان هو يعوض بعد كده بإذن الله. هروح مع حضراتكم الخبر تاني. ومجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اعتمد بالأمس الحساب الختامي وتقرير أيضا الأداء الفني للعام المالي 2023-2024، وده كان خلال الاجتماع الدوري رقم 76 لمجلس إدارة الهيئة. وأشار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه النجاح في تقديم حوالي 48 مليون خدمة صحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، هم سعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس حتى الآن. وقالوا أنه هدفنا الوصول لأعلى مستويات الجودة وتحقيق رضاء المواطن. تم الإشارة كمان إلى أنه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بلغ أكثر من 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وده بيكون ممول من الموازنة العامة للدولة وموارد الهيئة من مطالبات التأمين الصحي الشامل. تعالوا نروح مع حضراتكم بقى نتابع من خلال جولتنا الإخبارية، نتابع جولة بحرية مع زميلتنا شرمندا الدسوقي من العالمين. جولة بحرية كده لإلقاء نظرة على العالمين من خلال ساحلها الرائع وشواطئها وجمالها والفن بقى في تنفيذ كل حاجة والاهتمام بكل تفصيلة واهتمام بالتنوع. فتعالوا نشوف التقرير ده مع شرمندا ونرجع لحضراتكم مرة تانية. من مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة، وفي الحقيقة محظوظ أكتر اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة في الفترة اللي فيها مهرجان العالمين الجديدة 2024 في نسخته الثانية. والنهاردة جولتنا على دي أم سي مختلفة جدا، زي ما أنتم شايفين ورايا بحر العالمين، بحر الساحل الشمالي اللي كل الناس بتجيله من كل أنحاء الوطن العربي والعالم كله. جولتنا النهاردة مختلفة، هتتعرفوا فيها معانا على حاجات كتيرة قوي داخل مدينة العالمين من مكان مختلف، وهنوريكم المدينة والمهرجان وفعالياته بصورة مختلفة وبعين مختلفة، لازم تتفرجوا علينا. احنا على دي ام سي شفنا مدينة العالمين من فوق من السماء، بصراحة استمتعنا قوي ان احنا اتفرجنا على المدينة من ارتفاع عالي جدا، حبينا نشوف مدينة العالمين وجمالها بس من جولة داخل البحر. وطبعا بما اننا بنتكلم عن مهرجان العالمين مفيش احسن حد يكلمنا عنه غير المتحدث معانا استاذ ابراهيم عبد الجواد. بنرحب بيك اولا على شاشه دي ام سي. دايما بنقول انه الناس بتبقى محظوظه اكتر انها تشوف مدينه العالمين في الفتره اللي فيها المهرجان، كلمنا عن دوت اكتر. بصي، وانا اتكلم على المدينه بشكل عام، بحرا وجوا وبرا فيها كل الاكتيفيتيز اللي ممكن تخلي اي حد يتمنى ويتبسط ويفرح ويفتخر ان هو موجود هنا. فكل حاجه موجوده هنا فعلا، فهي ديستنيشن او اجازه فعلا تخلي الناس اللي بتيجي سواء بقى سياح اجانب من بره، سياح اخواتنا من الدول العربيه، سياحه داخليه جوه مصر، يلاقي كل الباكج اللي تخليه فعلا مبسوط في اجازته. وطبعا شكر المتحده للخدمات الاعلاميه، المهرجان هو البلاتفورم اللي بيبين جمال المدينه. من خلال المهرجان انت بتحطي سبوت على البنيه التحتيه اللي موجوده، اللي هي معموله على اروع ما يكون، على احدث طراز واحسن مستوى واعلى مستويات الجوده. عشان كده بقول دايما وباكد على انه العالمين الجديده مدينه كل المصريين، مدينه بتخاطب كل المصريين بمختلف شرايحهم، مختلف خلفياتهم الاجتماعيه والثقافيه والماديه. المدينه دي معموله عشانكم كلكم. واحنا في البحر كده قد ايه الموضوع ممتع بالنسبه لك انك تبقى ماشي في البحر وشايف
الاوتيلات على ايدك اليمين او شايف ابراج العلمين على ايدك الشمال، بتعدي على نورث سكوير، كل يعني ابرز المعالم بتاعت مدينه العلمين برضو بنشوفها عن طريق البحر. الفايبز اللي انت بتاخديها اول ما تخش العلمين كده تحسي فيه طاقه ايجابيه جدا. ولكن من الحاجات الممتعه جدا واللي انا فخور بيها وبتشرف بيها هنا هو الشباب المصري اللي شغال هنا. اول حاجه هو شباب مؤهل، متعلم، كفء. البيئه الحلوه اللي حواليهم مأثره عليهم ايجابا، يعني مخلياهم بيتفننوا، هم حاسين بلويالتي، حاسين بولاء للمكان ده، وحاسين ان المكان ده موفر لهم فرصه عمل كريمه بدخل مناسب، بسكن في منطقه حلوه جدا حواليه مناظر جميله وحلوه. ده مأثر حتى على تعاملات الاخواتنا اللي شغالين مثلا في الاوتيلات مع كل الجاست اللي موجود ومع كل السياح اللي موجودين، تعاملوا معاهم بمنتهى الترحاب، بمنتهى الحب، الاحترام. بالنسبة لي حاجة في غاية الأهمية يمكن تيجي في أولى أولويات الأهداف من مدينة العلمين، إن أنت بتوجدي مكان ورقعة كانت صحراء بتوجدي فيها حياة كاملة، مش مجرد منتجع، مش مجرد مجموعة فنادق، مش مجرد مجموعة شواطئ، لا أنت بتوجدي جامعة وأماكن تشغيل وسياحة وناس بتشتغل وبيوت مفتوحة وفرص عمل. فدي كلها تفاصيل إحنا نتمنى إن هي تتكرر وتتخذ العلمين كده، العلمين الجديدة تبقى موديل يقتدي به كل القائمين على إنشاء المدن الجديدة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، عشان نشوف بدل العلمين الجديدة واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسين بنفس الجمال والحلاوة دي. لسه هنكون معاكم على شاشة دي أم سي لحظة بلحظة، بنقول لكم حاجات أروع من أماكن ما تتخيلوهاش داخل المدينة، ومحظوظ اللي موجود في مدينة العلمين في وقت المهرجان. لسه عندكم وقت لحد 30/8 تقدروا تتابعوا فيها كل الفعاليات وتزوروا مدينة العلمين. كانت معاكم شرمندة الدسوقي، إليكم. ولسه مكملين مع العلمين، تعالوا نروح نشوف مجمع كده فعاليات المهرجان في أسبوع من 26 يوليو لحد الأول من أغسطس. تعالوا نتابع. نجم نادي الزمالك كابتن هشام شعبان. حاجة محترمة وصراحة يعني نشكر القائمين على اللي عملوا الملعب، شركة المتحدة وكابتن جارو. بتشرف في وجود كوكبة من نجوم كرة السلة في مصر. البطولة عبارة عن هاف كورت، ثلاث لعيبة بيلعبوا ثلاث لعيبة على نفس البورد. مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب. كل أغاني زمان حلوة قوي وكلنا بنستناها، بنستنى كليبات كل سنة. يا ريت الناس كلها تبقى معانا دلوقتي تشوف الجمال اللي موجود في مدينة العلمين. والله احنا بنشارك مصر كلها في مهرجان العالم عالمين، وبنشكر فخامة الرئيس على الاهتمام بالرياضة دي، موروث الآباء والأجداد. تم الدفع بأربع أوتوبيسات تعمل بالطاقة النظيفة لتغطية فعاليات مهرجان 2024 العالمين الجديدة. الأوتوبيس فيه مميزات كتير، هي أوتوبيسات مجانية ودي أحلى ما فيها. يعني احنا بنفتخر ان عندنا واحد زي هاني شنودة وفرقة المصريين. النهارده بنعمل مباراه استمتاع طبعا في مهرجان العالمين. الناس الكلاسيكيين الاهلي والزمالك في لمسات كده بتاعت الحرفنه الفنيه الجميله. والله لعبنا ماتش حلو مع اساطير كبيره، بنتعلم منها حاجات كتير، بناخد خبره منهم. الليله بالليل نمشي شارعني قهوه بالمزاج. انت السكر والكبير.
الهدوء بالنسبه لنا نقطه مهمه جدا، يعني الهدوء الفيو اللي بتميز هنا خصوصيه بصراحه. مشاركين في حفله في مهرجان العالمين وهنقدم فيها اعمال موسيقار بليغ حمدي. احنا استمتعنا جدا والله، الحفله النهارده ممتعه جدا والاجواء هنا في مدينه العالمين الجديده بصراحه اجواء رائعه. اخترنا مجالات كتيره، يعني اشغال فنيه، تصوير وتصميم، انا كنت مشاركه في التصميم وعملت التصميم يعني يعبر عن قد ايه احنا بنحب فلسطين يعني وكده. معاكم النهارده في مناسبه مهمه جدا وهي اطلاق النسخه الثانيه من مبادره 100 مليون صح. لما بنسافر دايما بنجد انه كتير جدا بيسالونا احنا نفسنا نروح للعالمين، نفسنا نشوف الساحل الشمالي. ان هي ليها شويه ذكريات جميله معايا الصراحه. نبتدي مع حضراتكم متابعتنا اليوميه، ومن ضمن النصايح احنا دايما بنحب ان احنا نكون حريصين ان احنا نقدمها لكم من خلال برنامجكم 8 الصبح، انه لو في نصايح ليها علاقه بالتكنولوجي، الامن السيبراني، ازاي تتعامل مثلا في حاله فقد الموبايل، وهو ده موضوعنا النهارده، فقد الموبايل سواء انت نسيته في مكان او اتسرق لا قدر الله، نعرف ازاي نتصرف، هل مثلا في اوبشنز معينه في التليفون لازم احنا نامن نفسنا بيها من الاول، نبقى اوريدي مثلا في حاجه عاملينها، في مثلا ابلكيشن منزلينه على التليفون، نوع من انواع التامين نقدر نقفل مثلا التليفون بيه من بعيد عن بعد، كل ده هنعرفه من المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات عبر زوم. مهندس احمد طارق صباح الفل. صباح الخير على حضرتك وصباح الفل على الساده المشاهدين. لو فقدنا التليفون سواء اندرويد او اي او اس لا قدر الله في حاله السرقه، او يعني نسينا الموبايل، وكتير مننا خاصه مع وجود السماعات ممكن نسيب التليفون اصلا، نبقى بنتكلم ونسيبه ونمشي وده بيحصل مع كتير صحيح. مننا في حاله الفقد ايا كان الطريقه نتصرف ازاي؟ طيب انا بس تسمحي لي ابدا في حاله ما قبل الفقد للناس اللي بتسمعني. أيوة. دلوقتي من موبايلاتها وهي سليمه، عشان خاطر لو حصل لا قدر الله عمليه فقد نرجع الموبايل ازاي؟ اول حاجه هنمسك موبايلنا وندخل على سيتنجز، نفعل اوبشن مهم جدا. اوبشن من سكيور لوك سيتنجز، الاوبشن اللي هو اسمه لوك نتورك اند سكيورتي. قربه لنا كده اللوحه دي. قربه لنا يا باشمهندس. هتلاقوا اللوحه دي لوك سكيور اند لوك اند سكيور سيتنجز نتورك سيتنجز، لوك اند سكيور سيتنجز، لوك نتورك اند سكيورتي سيتنجز. اوكي تمام، هتفعلوا الاوبشن ده من السيتنجز او الاعدادات بتاعه الموبايل بتاعتكم. الاوبشن ده وظيفته ان هو ما يقفلش الموبايل خالص غير لما تحط الباسورد، فطبعا الحرامي لا قدر الله مش عارف الباسورد. وفي نفس الوقت لو هو قفل الداتا من فوق او الواي فاي مش هيقدر برضه يقفله، لانه كده الموبايل مفتوح ويقدر ياخد جميع البيانات من اللوكيشن بتاعه او المكان اللي موجود، وتقدر تشوفها عن طريق الايميل بتاعك. ده لازم يكون متفعل جنب اي موبايل او مع اي موبايل موجود في اي بيت. بس ساعات يقول لك بقى ان انا كل ما هفتح التليفون هدخل باسورد. لا خالص، هو كده كده احنا حاطين فينجر برينت او باترن او مثلا ارقام، ايا كان ايه نوع الباسورد اللي انت اللي او فيس اي دي او فيس اي دي بالظبط كده، ايا كان نوع الطريقه اللي بتفتح بيها الموبايل مش هيقدر يقفل الموبايل كله، عشان خاطر لازم يحط الفيس اي دي. والاوبشن ده متوفر في الاي او اس وفي الاندرويد في كل الاجهزه اللي موجوده دلوقتي، لان كل التحديثات الجديده بتقبل الاوبشن ده وبقت اوتوماتيكلي يعني، بس انت لازم تدخل تفعله بنفسك. حلو. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتنزل ابلكيشن اسمه فايند ماي ديفايس، الابلكيشن ده اسمه فايند ماي ديفايس، لو حضراتكم شايفينه الابلكيشن ابحث عن جهاز الابلكيشن
بالظبط كده. الابلكيشن فيه ثلاث اجهزه مرتبطه، كل جهاز فيهم اقدر اجيب مكانه واقدر اقفله واقدر افرمته بالكامل واحدد مكانه كمان الحرامي. اه طبعا. ايوه بس ده في حاله ان هو ما قفلهوش. هو اول ما الحرامي بيجي يدخل الباسورد اكتر من مره، في اوبشنز برضو ان هو يعمل باتري سيف مود عشان خاطر يفضل الموبايل مفتوح لمده طويله جدا عشان خاطر ما يقفلش منه والحرامي ياخده ويفضل بقى ايه يقفل اللوكيشن يقفل اي حاجه. لا هو كل حاجه لوكت فيه او كل حاجه مقفوله بحيث انك تقدر تتتبعه بعد كده عن طريق البرنامج ده. يعني لو لا قدر الله مفعل الاوبشن ده والموبايل بتاعك اتسرق، هتاخد الايميل بتاعك وتفتحه على اي موبايل تاني او اي ديسكتوب او اي براوزر. الايميل العادي ولا اللي هو الحساب السحابي؟ الجيميل. الايميل، لا الجيميل نفسه. انا بتكلم دلوقتي على الجيميل اللي هو مختص بالاندرويد. هنفتح الجيميل من متصفح او اي موبايل تاني وهننزل ابلكيشن اسمه فايند ماي ديفايس وهنسجل الدخول بيه. مجرد ما تسجلوا الدخول بيه هتلاقوا نوع موبايلكم هنا، هتقدروا تجيبوا مكانه حتى لو موجود بعيد عنكم ايا كان فين، هيحدد لكم مكانه في نفس الوقت لانه الموبايل فيه شحن، الموبايل ما بيتقفلش، الموبايل الداتا نتورك فيه شغاله دايما. فدي الحاجات الاساسيه اللي لازم تحمي. يعني لو سرقوا هيبقى شايل مصيبه معاه من الاخر كده. هو شايل مصيبه وهينجاب كده كده. دي حاجه بقى. طيب في حاجه اسمها لوست مود يا باشمهندس. اللوست مود دي هي الرئيسيه اللي بتبقى موجوده واللي احنا عاملين نشرحها تفصيليا داخل الموبايل، اللي هي لوست مود. وضع عدم باللوست مود بالظبط كده. الوضع اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده هو افضل حاجه موجوده، حتى دقيق جدا. وحتى لو الموبايل ضايع منكم في البيت بين الكنب او ضايع في اي مكان، تقدروا تعملوا حاجه اسمها بلاي ساوند. يعني مثلا ادوس هنا في كلمه اسمها بلاي ساوند، يطلع صوت من الموبايل يقول لكم الموبايل فين. ده بدل ما حد يرن لك يعني. ايوه. وحتى لو حد رن لك وسايلنت مش هتسمعيه، لكن صح. ده فورس يعني بيبقى عمليه قوه انه يعمل كده. طب النقطه دي مهمه، قول لنا الاوبشن ده تاني معلش. طيب الاوبشن ده من برنامج اسمه فايند ماي ديفايس. الموبايل مثلا وقع تحت الكنبه، وقع في بين الكنب، او معاكوا اطفال كتير بهدلوه او رموه في اي حته وانتم مش عارفينه، حتى لو صامت جربوها، حتى لو صامت هتعملوا اوبشن بلاي ساوند هيطلع صوت من الموبايل عشان يقول لكم فين. الصوت ده مزعج قوي يعني. الصوت ده يعني هيبقى بالقوه مهما كان يعني. باسورد او كده. او سرينه كده. سرينه الطوارئ. ايوه بالظبط. دي نقط مهمه جدا برضو في الاي او اس. لو جينا نظام اي او اس فايند ماي فون، ده الاوبشن بيبقى متفعل اصلا تلقائي في اي موبايل، ولكن بايميل الاي كلاود بتاعك او بالايميل السحابي زي ما حضرتك قلت في الاول، تقدروا برضو تدخلوا على فايند ماي فون في مثلا براوزر او مثلا موبايل تاني او كده، وتحددوا برضو مكانه لانه كده كده في اوبشن ان هو الحرامي ما يقدرش يقفله وكده. ولكن في نقطة برضو مهمة عايز أقول لحضراتكم عليها، إن الأجهزة دلوقتي بقى فيها أوبشنز أعلى من اللي إحنا شرحناه. بمعنى إنه لو الحرامي مسك الموبايل وفتح الباسورد، لأن الأوبشن اللي إحنا قلناه ده ما فيهوش الطريقة اللي هقولها، لو مسك الموبايل وفتح الباسورد أكتر من مرة ومعرفش يفتحه، الموبايل يصوره سيلفي ويبعتهولك على الإيميل. حلو قوي ده. دي عن طريق أبلكيشن اسمه Who Touched My Phone. WTMP اختصاره هو اسمه كده. ده ممتاز جدا ولازم برضو ينزل على جميع الموبايلات، بحيث ان لو انت حتى في مكتب بعض الموظفين بيجوا يلعبوا في موبايلك وانت مش عارف مين بياخد بياناتك او مين مثلا بيمسك موبايلك من وراك، فيصور. هو بيقوم لاقط سيلفي وبعدين يبعثها لك اوتوماتيك عشان نمسك الناس دي. شكرا جزيلا مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، فادنا مش بس في حاله سرقه الموبايل او ضياعه منك، تقدر ان انت يعني تستفيد باكتر من اوبشنز. حتى لو تاه منك في البيت انت مش لاقيه، تقدر انت تلاقيه. كل الاوبشنز دي موجوده. حد بيحاول ان هو يلعب في موبايلك وانت مش موجود مثلا على مكتبك، تقدر تكشف ايه اللي بيعمل الاعمال الخبيثه دي. صباحك زي الفل يا باشمهندس. بشكرك. شكرا.
شكرا جزيلا على المعلومات الوافية. تعال نروح لموضوع مهم قوي وجهود بتقوم بيها وزارة العمل بتوفير فرص عمل للعمالة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج، منها فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية إنهم يشتغلوا في اليونان، وده بيكون بشكل موسمي في مجال الزراعة بالتحديد. تعالوا نعرف الاستعدادات لتجهيز العمالة للسفر لليونان، لأنه كتير من العمالة اللي قدمت منتظرة تعرف إيه الجديد في هذا الأمر. معنا هاتفيا الأستاذة هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل. أستاذة هبة صباح الخيرات. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا بحييكم على المجهود اللي أنتم بتبذلوه خاصة في موضوع التشغيل ده. شكرا لحضرتك يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. وبداية كده عايز أسألك آخر التطورات في هذا الأمر، كتير من المنتظرين عايزين يعرفوا إيه التطورات وإيه الجديد في هذا الأمر خاصة ما له علاقة بالتوظيف في اليونان. طيب انا حابه اوضح في الاول ان طبعا طبقا لاتجاهات الدوله في توفير فرص عمل سواء كان بالداخل او بالخارج، كان تم عقد اتفاقيه بين الجانب اليوناني والجانب المصري عشان العمل بالموسم الزراعي باليونان، وكان يعني في السنه الاولى مبدئيا كانوا طالبين حوالي 5000 عامل. وبالتالي ده بيرجع لنوع من انواع البروتوكولات اللي معموله؟ يا فندم، في اتفاقيه ثنائيه بين الجانب المصري والجانب اليوناني. رائع. وفعلا تم تسجيل بيانات كل الراغبين للسفر باليونان على الموقع الرسمي للوزارة، وتم مقابلات ليهم في ديوان عام الوزارة، وبالفعل الوزارة أرسلت كافة البيانات للمتقدمين من أول ما بدأنا من شهر أو آخر شهر مارس تقريبا لغاية لما انتهينا واكتمل العدد. كلها أرسلت للسفارة اليونانية. وصل العدد قد إيه المقبولين؟ هم كانوا طالبين مبدئيا 5000. وحسب الاتفاقيه مع اليونان ان هم كانوا منتظرين بس الانتهاء من بيعملوا زي منصه الكترونيه عشان يتم اختيار العماله المصريه اللي هتسافر باذن الله عن طريق المنصه، بتبقى اسهل شويه في اختيار المرشحين. وهم كانوا طلبوا، كان في كذا اجتماع معاهم الفتره اللي فاتت، كانوا طالبين شكل معين بس في طريقه ارسال البيانات عملناه وخلصناه. وبالفعل كل البيانات المتقدمين تم ارسالها للسفاره اليونانيه، وهم الجانب الوحيد اللي هيتم اختيار العماله المصريه من خلالهم. انا عايزه بس ناكد على النقطه دي ان كل المتقدمين تم ارسال بياناتهم، وان الجانب اليوناني هو اللي هيتم اختيار العماله اللي هتسافر باذن الله من ضمن المرشحين اللي هم ال 5000 اللي انتوا قدمتوه. يعني هم طالبين مبدئيا 5000 باذن الله ياخدوهم كلهم باذن الله ان شاء الله. المفروض السفر هيكون امتى؟ ما هو احنا بقول لحضرتك ان هم كانوا منتظرين بس الانتهاء من المنصه. وهم كان في اجتماع معاهم امبارح، وفعلا قالوا لنا ان هم قريب جدا هيبعتوا لنا اسماء الناس اللي تم قبولها، وان شاء الله بعد كده هيسافروا على طول. لكن لسه ما تحددش ميعاد السفر بعد. لا لسه يا فندم. طيب وفكره الموسمي دي، هو المفروض الموسم ده بالنسبه لهم عدد مثلا شهور قد ايه؟ من 3 شهور ل 9 شهور. الماكسيمم 9 شهور. يا فندم. وبعد العوده؟ بعد العوله ممكن بقى ان شاء الله باذن الله اصحاب المزارع تطلبهم تاني، وهم هيطلبوا مننا تاني عماله تاني، وان شاء الله الناس دي هتبقى في المواسم اللي بعد كده على طول ان شاء الله. طيب في كل الحاجات بنلاقي مثلا ايه حاجات تظهر في النص كده، فلازم برضو نسالك عليها يا استاذه هبه. يعني أكيد موضوع يعني خلينا نقول مجازا وسطاء، هم من الاخر سماسره، فالسماسره اللي بيظهروا في الموضوع ده انتوا بتتصرفوا معاهم ازاي؟ طب حلو جدا ان انا حابه ان انا اتكلم في الموضوع ده. مفيش وساطه تماما تماما. احنا كمان من خلال المقابله اللي تمت في وزاره العمل في وحده توجيه ما قبل المغادره، احنا كنا بنوعي كل الناس المتقدمين وبنقول لهم ان التعامل هيبقى من خلال الوزاره فقط. مفيش مكاتب تماما، مفيش اي مبالغ بتدفع، احنا قلنا لهم الكلام ده ونزلنا تنويهات كتيره على الصفحه الرسميه للوزاره. لكن للاسف احنا اكتشفنا الفتره الاخيره جات لنا عده شكاوي ان ناس كثيره اتنصب عليها من خلال مكاتب بقى مرخصه او غير مرخصه. معالي وزير العمل محمد جبران وجه معاليه مباشره ان احنا بناخد الاجراءات اللازمه تجاههم. انا عايزه اقول لشبابنا ان احنا ما فيش مكاتب في الموضوع، ما فيش وسطاء، ده جانب الحكومي اليوناني مع الجانب الحكومي المصري بدون اي مبالغ مدفوعه. كانت من ضمن صور النصب اللي جات لنا ان انت هتسجل على موقع الوزاره بفلوس، مفيش فلوس تماما، الخدمه مجانيه. انت هتروح تعمل المقابله في الوزاره بفلوس، المقابله كانت مجانيه تماما. اتقال لهم برضو ان انتوا هتعملوا قياس مستوى مهاره، هي مش مطلوبه اصلا ودفع مبالغ فيها، قياس مستوى المهاره مش مطلوب. اللي اكتشفناه برضو من ضمن الشكاوي اللي جات لنا
ان هتعمل الكشف الطبي في احد المستشفيات الخاصه وكانت بمبالغ كبيره، مفيش كشف طبي مطلوب اصلا. احنا اجتماعنا امبارح قالوا انه اول ما يبعتوا الكشوف المقبوله هيبعتوا لنا الاماكن اللي هيتم فيها استخراج الكشف الطبي. هي مشكله الوسيط انه الوسيط يعني بيحاول يهيئ للزبون اللي جاي له يعني ان هو هيسهل له الاجراءات. لا يا فندم، هو كمان من صور النصب ان اتقال لهم ان الوزاره باعت العقود، مفيش عقود يا فندم اصلا عشان نبيعها. مفيش عقود، احنا كل ده لما يبعتوا لنا ان شاء الله الجانب اليوناني الاسماء المقبوله هيتم نشرها على الموقع الرسمي للوزاره. طب استاذه هبه سريعا بستاذنك بس عشان وقتنا، ايه فرص العمل اللي موجوده وممكن الناس تقدم فيها؟ الفرص العمل بتتم، بصي احنا عندنا نشره قوميه للتوظيف بيتم نشر فيها جميع الفرص يعني المطلوبه في الداخل. انت ممكن تدخل على الصفحه الرسميه للوزاره هتلاقي النشره موجوده ومثبته كمان، شوف الفرصه اللي تناسبك وتوجه ليها مباشره، سواء لو بالخارج احنا بنعلن برضو عن الصفحه الرسميه للوزاره. هايل جدا. استاذه هبه احمد مدير الاداره العامه للتشغيل بوزاره العمل، بشكرك شكرا جزيلا. طعام صحي وغذاء متوازن من الحاجات اللي احنا دايما بنكون حريصين عليها. فترة الأخيرة يمكن كنا بنتكلم على نظام الدايت، ودايت عند ناس كتير تساوي نقصان الوزن، في حين انه موضوع الدايت هو نظام غذائي بيخليك ان انت مستقر بالنسبة لموضوع الحرق وانه يبقى فيه وجبات صحية، فده بالنسبة للسواء اللي عنده زيادة وزن او نقصان وزن. النهاردة هنتكلم على نقصان الوزن، ازاي يبقى عندك وزن مناسب بالنسبة لك، مناسب لوزنك، مناسب ايضا لصحتك، وتكون بعيد عن النحافة. ضيفي عبر الهاتف دكتور مصطفى ساري اخصائي التغذية العلاجية. دكتور مصطفى صباح الخيرات. صباح الورد. صباح الورد. صباح الفل يا دكتور. وبداية كده يعني الناس اللي عايزة تعمل نظام غذائي صحي وما يبقاش فيه نحافة او نقصان وزن زائد، هو المفروض ان الاول ان انا اعرف انا كان اذا كان وزني طبيعي ولا وزني زايد ولا عندي نحافه ولا ما عنديش نحافه. هعرف ازاي؟ هعرف ان انا بقسم وزني بالكيلوغرام على مربع طولي بالمتر، المفروض لو طلع من 20 ل 25 فانا انسان طبيعي ما عنديش اي مشاكل لا زياده ولا عندي مشاكل في نقصان الوزن. طب لو انا عندي مربع يعني معامل كتله الجسم اقل من 19، اقل من 19 يبقى انا كده ابتديت اعاني من النحافه. لو طلع يعني ايه اقل، يعني ايه مربع يعني ايه معامل كتله الجسم اقل من 19 انا بعاني من النحافه، يعني مربع الطول بالمتر نضربه في 19 ونشوف وزننا طلع كام، بس كده. اوقات احنا كنا بنعملها بطريقه سهله شويه ان احنا نحسب الطول ووزن الجسم، يقول لك للراجل نقلل منه 100 وللسيده نشيل منها 110، هل القياس ده بيكون دقيق او صحيح؟ هو الادق اللي هو معامل كتله الجسم اللي هو الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. الوزن بالكيلوغرام على مربع طول بالمتر المفروض يتراوح من 20 ل 25 النتيجه تطلع في حال وجود بقى النحافه. نعوض الموضوع ده ازاي؟ في حال النحافه لازم نعرف النحافه دي ممكن تيجي من ايه؟ النحافه دي ممكن تيجي لها اسباب كتير قوي ممكن تيجي، اول حاجه زياده نشاط الغده الدرقيه وافراز الالتروكسين ممكن يعني ممكن يبقى اصلا سبب مرضي. سبب مرضي، في امراض كتيرة قوي ممكن تسبب النحافه وممكن تكون سبب نفسي. الاكتئاب الشديد ممكن يزود النحافه، في امراض اسمها الانوركسيا البوليميا الامراض النفسيه، الناس اللي بتقعد تعاني من النهاب بتخاف ان وزنها بتراقب وزنها باستمرار وعندها هس زياده الوزن ممكن تعاني من نحافه مرضيه. الناس اللي بيجي يعني في بعض الناس بتمتنع تماما عن الاكل فممكن يجي لها حاجه اسمها انوركسيا، ودولت لازم يخشوا مستشفى يتعالجوا. الناس اللي بتحط يعني برضه عندها حيث زياده الوزن تقعد ترجع كتير عشان وزنها ما يزيدش برضه ممكن يجي لها نحافه. في بعض الامراض الجسمانيه الجسديه، امراض الجهاز الهضمي المعديه، السرطانات ممكن تؤدي، ممكن السكر يؤدي، الافراط في تناول الملينات ممكن يؤدي زياده الوزن، في مشاكل متعلقه بالبلع ممكن تؤدي، مرض الزهايمر ممكن يؤدي لنحافه، اضطرابات وفقدان الشهيه ممكن يؤدي الى كده. قله النوم نفسه ممكن يعمل نحافه مش كده يا دكتور؟
قلة النوم ممكن تعمل نحافة زي ما ممكن تعمل زيادة وزن. في حاجات اضطرابات المعادن يعني مثلا يعني زيادة الكالسيوم في الدم ونقصان الصوديوم ده ممكن يؤدي لنحافة مرضية او ممكن يؤدي الى مشكلة في النحافة. كل يعني يبقى في اسباب مرضية، في اسباب نتيجة اختلال في المعادن، في اسباب نفسية، في اسباب السن بقى اللي هو الكبر السن والخرف والزهايمر والحاجات دي كلها. ده كله ممكن يؤدي لنحافة مرضية. طب ازاي اعرف ان انا عندي، ازاي انا يعني يبقى مؤشر المؤشر بتاعي خطر ان الشخص دوت لازم يعالج النحافة او يراقب يقول لا انا ماشي في حتة غلط. ان انا افقد 5% من وزني في خلال 6 شهور لو انا وزني طبيعي. بلاقي نفسي كل 6 شهور بفقد 5% من وزني. لا يبقى انا كده لازم استوب او لازم ابقى اعرض نفسي على طبيب اشوف اسباب. يعني ضروري المتابعه بالميزان. متابعه بالميزان بالظبط كده، واشوف ان انا لو كل 6 شهور انا لو انا وزني طبيعي ما بعانيش من اي مشكله وفجاه كده كل 6 شهور لقيت بنفسي بنزل 5% من وزني، يبقى انا كده كويس. هي مش وصف الطعام على قد ما هي متابعه. بالظبط كده. طب الاكل بقى، لو انا حصلت عندي مشكله النحافه ديت وان انا ابتديت ان انا الاقي كتله معامل كتله الجسم اقل من 19 وعمال ينزل وصل 18 وصل 17 وبقى شكلي غير مناسب وزي ما بيقولوا بقى شكلي كده جلد على عظم، طب ايه الحل؟ اعمل ايه؟ يعني اول حاجه لو في اي سبب طبي لازم يتعالج، لو في مشاكل في الجهاز الهضمي لازم تتعالج، مشاكل سرطانات لازم تتعالج، مشاكل غدة درقية لازم تتعالج، اختلال في المعادن لازم يتعالج، مشاكل في الجهاز الهضمي. في حال انه المشاكل الطبية مش موجودة. الأكل بقى، أنظم أكل إزاي؟ أول حاجة زي ما أنتِ قلتي كده قلة النوم، لازم أظبط عدد ساعات نومي، أنام على الأقل 8 ساعات وأنام بصورة كافية وأبقى ريلاكس. دي الحتة الثانية، الحتة الثالثة وأنا باكل بقى. هزود الاكل الدهني، هزود محتويات الدهون في الاكل ومحتويات السكريات. ما هو انا مش المفروض ان انا بشيك على نوعيه، بشيك على جسم الاول وبشوف، ما انا بقول لك لو في سبب اسباب غير مبرره وان الواحد بينزل كل في الست شهور 5% من وزنه بدون اي مبررات ويلاقي معامل كتله الجسم بتاعته بتنزل، لا مش هيبقى في كوليسترول. لو في كوليسترول يعني الكوليسترول على فكره ليه علاقه اكتر بالسكريات والحلويات اكتر من الدهون. من الدهون، يعني احنا ناخد دهون ونظبط النوم. دهون صحيه برضه. اخر حاجه تمام. ايه اخر حاجه بقى؟ هزود النشاط الرياضي، همشي على قدر الامكان ومش هعمل الرياضه العنيفه اللي هي تخسسني زياده. انا بعمل رياضه عشان ازود الكتله العضليه وازود الحجم. يبقى لازم مع حد متخصص عشان يبقى عارف ازاي يعمل ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى ساري اخصائي التغذيه العلاجيه. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تعالوا ناخدكم لجولة كده سريعة لدرة شارع المعز.
ما أحلى المآذن هناك، ما أحلى المدارس والأضرحة اللي موجودة هناك. النهاردة هناخدكم لهذه الدرة اللي هي مجموعة السلطان قلاوون، تعالوا نعرف تاريخها، تعالوا نعرف إيه الأجواء اللي بنيت فيها. كل ده هنعرفه من دكتور منصور عبد الرازق، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة القاهرة. دكتور منصور، صباح الخيرات. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، وبدايه كده ادينا فكره عن مجموعه السلطان قلاوون. مجموعه السلطان قلاوون ده يا فندم يعني واحد من اهم الاثار الاسلاميه اللي لازالت باقيه في شارع المعز، القصبه العظمى لمدينه القاهره التاريخيه. هذا المجمع بينسب إلى أحد سلاطين مصر في العصر المملوك البحري، وهو السلطان المنصور قلاوون. هذا السلطان حكم مصر لمدة 11 سنة تقريبا، من سنة 678 إلى سنة 689 هجري. وهذا السلطان كان من المحبين للبناء، بدليل هذا المجمع الشهير اللي لازال خالد ويخلد اسمه في شارع المعز. طبعا هذا المجمع بيتميز بانه يعني بيعتبر نمط فريد في هذا التوقيت فيما بين انماط العمارة الإسلامية في هذا الوقت، لانه بيحمل لينا نمط المجمعات المعمارية. وكلمة مجمع بس عشان السادة المشاهدين يعني يعرفوا المصطلح ده بيدلل على ايه، ده معناه انه ده بيبقى مبنى واحد بيضم اكتر من وحدة معمارية، كل وحدة بتقوم بوظيفة مختلفة خالص. فمجمع المنصور قلاوون كان بيحتوي على 11 وحدة معمارية، كل وحدة بتقوم بوظيفة مختلفة خالص عن الوظيفة الاخرى، عن وظيفة الوحدة الاخرى يعني. فكان بيضم القبة الضريحية والمدرسة والسبيل والكتاب والبيمة والرستان. وكان عندنا مدرسة للطب، مدرسة شهيرة جدا بالمناسبة، كان العميد بتاعها كان ابن النفيس، كان هو عميد هذه المدرسة. أيوه. مكتشف الدورة الدموية. فالخلاصة ان هذا المجمع كان بيحتوي على 11 وحدة معمارية، للأسف دلوقتي مش باقي منهم غير ثلاث وحدات، اللي هم القبة الضريحية اللي اتدفن فيها صاحب هذا المجمع اللي هو المنصور قلاوون، والمدرسه والبيمارستان الشهير في شارع المعز. البيمارستان اللي هي مستشفى. كلمه بيمارستان يعني دي كلمه اصلا فارسيه مكونه من مقطعين، اللي هو كلمه بيمار معناها مريض، وستان مكان او محل، فالكلمه على بعضها بتستخدم في العماره الاسلاميه للدلاله على المستشفى في الوقت الحالي. هي مكان المريض يعني. هل هي فعلا احلى قبه ضريحيه في العالم؟ قبة المنصور قلاوون يعني طبعا يعني من الناحية المعمارية تعتبر من مآثر العمران، واحدة من أهم الأمثلة اللي بتدلل على عظمة المعمار المسلم في هذا التوقيت. دي القبة اللي أضافها المنصور قلاوون إلى جوار مجمعه أو داخل مجمعه عشان يدفن فيها بعد كده، واتدفن فيها فعليا بعد ما توفى سنة 689 بقلعة الجبل، وتم نقل جثمانه الى هذه القبه ودفن فيها فعليا. نمط المجمعات يا فندم هو اصلا ما كانش موجود عندنا في مصر قبل هذا التوقيت، فميزه هذا المجمع ان هو بيعتبر اول مثال زي ما قلت لحضرتك في بدايه مكالمتي. يعتبر اول مثال من نماذج المجمعات المعماريه، لان المجمعات المعماريه دي اول ما ظهرت كان في شرق العالم الاسلامي، تحديدا في مدينه قيصريه اللي هي يعني تابعه دلوقتي لاسيا الصغرى، او اللي هي الاناضول، او اللي موجوده دلوقتي في تركيا. ايوه. فكان اول مجمع اتعمل هناك كان في مطلع القرن السابع الهجري سنه 602 تحديدا، وده مجمع جوهر نسيبه. واتعمل بعد منه يعني عدد من المجمعات زي خواند خاتون وكده، وطبعا كل المجمعات دي كانت تابعه لنظام السلاجقه، ونتيجه لتاثيرهم في مجال العماره والفنون، وحتى في مجال الانظمه اللي كانوا بيديروا بيها الدول وكده. حصل تاثير فيما بين السلاجقه وما بين دوله المماليك البحريه في هذا التوقيت، فظهر عندنا مجمع المنصور قلاوون عشان يكون اول نموذج للمجمعات المعماريه في هذا التوقيت. وتاريخ بنائه سنه 683 684. هذا المجمع العظيم
كله تم انجازه في عام هو روعه. ويعني مهما اتكلمنا اصلا وحاولنا ان احنا نعطيه حتى من القاب جماليه لن تكفيه، لان هو فعلا تحفه معماريه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منصور عبد الرازق استاذ الاثار والعماره الاسلاميه بجامعه القاهره. واللي عايز يا جماعه يستمتع فعلا يروح شارع المعز يشوف مجموعه السلطان قلاوون اللي موجوده، وعشان انا بكلمكم على القبه الضريحيه يشوف بس حتى التقنيه اللي متنفذ بيها هذه العماره، ويشوف الازاز المعشق اللي موجود بالوان مختلفه. وقتها طبعا ما كانش في كهرباء، فكانوا الموضوع بيستعيدوا عنه ان هم يعملوا الوان داخله جوه القبه الضريحيه بالوان مغايره على مدار اليوم. الموضوع فعلا مبهر وممتع جدا لما تروح تشوف الاضرحه اللي موجوده هناك. شارع المعز يعني غني جدا بالمظاهر الجماليه اللي انت ممكن تستمتع بيها وانت موجود هناك. تعالوا نروح شويه للرياضه ونروح لاولمبياد باريس. ضيفي الكريم ناقد الرياضي المحلل كره القدم العالميه احمد غنيم. غنيم صباح الخيرات، عبر سكايب هينضم لي. يا غنيم كل مشاهدي برنامج تمام الصبح، صباح الفل يا غنيم، سامعني؟ سامعك يا بابا. اهلا اهلا، صباح الفل عليك. وعندنا احداث كتيره جدا في اولمبياد باريس النهارده. احنا منتظرين فرقتين رفعوا معنوياتنا جدا، سواء فريق القدم الاولمبي او كره اليد. متوقع ايه؟ بالتاكيد يعني فيما يخص كره اليد احنا كنا قاب قوسين او ادنى من الفوز على فرنسا، لولا يعني في اخر ثانيه للاسف فرنسا اتعادلت، لكن لسه امامنا الحمد لله يعني المشوار لسه يعتبر ماشي بشكل جيد. حتى والله قدام الدنمارك رغم ان الشوط الاول كان شوط الحقيقه كان مستوى كان كانش جيد الحقيقه، لكن الشوط الثاني عملنا ما اشبه الريمونتادا، وكنا قريبين حتى من ممكن ان احنا ننتزع التعادل من الدنمارك، والدنمارك هو اقوى منتخب حاليا على مستوى العالم في كره اليد. فان شاء الله نتعشى بخير ان شاء الله في مباراه اليوم. اما كره القدم فالامال كبيره الحقيقه ان احنا ممكن يعني نوصل سيمي فاينل في منافسات كره القدم. خلينا ماشيين خطوه خطوه كده، احنا متفائلين ان احنا ايه ماشيين خطوه خطوه. والله في تفاؤل طبعا، لكن المباراه مش سهله، المباراه مش سهله. صحيح ان باراجواي كان عندها مشاكل في السفر، وان هم كان عندهم مشاكل في السفر ان هم يوصلوا المدينه هتلاقي فيها، كانوا عايزين ياجلوا المباراه، لكن اداره الاولمبياد رفضت. بالظبط، فانا لكن هي المباراه مش سهله، لان باراجواي في يعني الاعمار دي تحديدا في امريكا الجنوبيه يعني بتبقى مش سهله، لكن ان شاء الله احنا متعشمين خير ان شاء الله ان احنا ممكن ننهي عقد الدور الثمانيه دي ونوصل بقى يعني سيمي فاينل، ونقدر يكون في عندنا امل ان احنا نحقق ميداليه في لعبه جماعيه. اعتقد ده هيكون حدث تاريخي، فالامال تبقى موجوده، لكن علينا الحذر. ومنتخب باراجواي على عكس ما يعتقد البعض ان احنا عشان تصدرنا المجموعه فزنا على اسبانيا، مباراه اسبانيا كان ليها ظروف مختلفه تماما، ولكن يعني مباراه اليوم لن تكون بالسنه. خلينا نتفائل ونقول يا رب ان شاء الله التوفيق لمنتخباتنا ولكل بعثتنا. اروح معاك شويه لاخبار الاولمبيك جيمز بشكل عام بعيدا عن المنافسات المصريه. سايمون بايلز حكايه واضافه للعديد من الميداليات، كل يوم بتضيف ميدالية ذهبية جديدة. هي دلوقتي معها 6 ذهبيات وفضية وبرونزيتين. سايمون بايلز حكاية، ويمكن هي لما تيجي تشوف اللي مرت بيه ما بين ريو دي جانيرو وهي بطلة، وبعدين اللي تعرضت له في طوكيو ان هي تعتذر عن معظم المنافسات وترجع تاني بالقوة دي، وتقدر ان هي كمان تنافس وتتغلب على حاملة اللقب اللي هي مواطنتها برضو الأمريكية، وتقدر ان هي تحرز الميدالية الذهبية على الأجهزة الكاملة، كل الأجهزة. لا الحقيقة طبعا يعني بتفكرني هيبة مايكل فيليبس مع شتان فرق في الألعاب وما إلى ذلك، لكن الحقيقة هي فعلا يعني بتفكرني مايكل فيليبس. مايكل فيليبس هيبة وأكثر أكثر رياضي في التاريخ حقق ميداليات أولمبية، 28 ميدالية ذهبية. رقم كده يعني قريب من يعني مش يعني ده غير الفضة والبرونز. بالظبط، ده في دول ما حققتش أصلا كده يعني، ده في دول كاملة ما وصلتش للرقم ده. فلا الحقيقة فعلا هي لسه عندها حصان القفز والأرضي وعرضة التوازن، ده قدامها تضيف 3 ذهبيات كمان، تخيل. بالظبط، فيعني ممكن توصل 9 يعني رقم، احنا بنتكلم في حاجه اسطوره تتحول الان الى اسطوره في الاولمبيك جيمز. هل الاولمبيك جيمز دي فيها ظواهر؟ شفنا الراجل التركي ذو 51 عام بالامس، يعني الراجل يعني من غير اي ادوات تقريبا، بيدوبك حاطط ايده في جيبه بنضاره عاديه جدا. الرامي ده حديث السوشيال ميديا من امبارح يعني. بالظبط بالظبط، وبيحقق ميداليه لتركيا، اول مره في تاريخ تركيا تحقق ميداليه يكون بالسيناريو ده. ف
فده برضو ظاهرة يعني تستحقكم وفعلا الدراسة. جدا وعايزه اقول لك انه في بعض اللعيبه كده بتشد الجمهور وبتشد النجوم، يعني لما يروح زيدان يتفرج على المنافسات بتاعه سايمون بايلز، لما يروح كيفن ديورنت عشان يتفرج عليها، توني باركر، يعني عارف النجوم حريصين. احنا عندنا ماتش عمر عصر زيدان راح اتفرج عليه. زيدان حاضر بالظبط، يعني عمر عصر الحقيقه امبارح يعني كان نفسي الحقيقه، لكن للاسف. وكان الغريب يا هبه في مباراه عمر عصر ان هو اللاعب السويدي ده وكسبه مرتين قبل كده، يعني انا ما اعرفش الحقيقه. واضح ان احنا لازم يكون في شخص نفسي، طبيب نفسي، لان برضه زياد السيسي في منافسه سلاح السابر نفس القصه برضه. زياد هو نفسه قال لا مش موضوع حكم، الموضوع انا. وعلى فكره سايمون بايلز لما جت سالوها على فكره ايه اللي حصل معاكي في اولمبياد طوكيو، قالت لهم انا مريت بازمه نفسيه. بالظبط، يعني هو الفكره كانوا هم فاكرين ان هو موضوع تويستس بس او التوقيت اللي جت لها، لكن قالت لهم لا ده كان صدمه نفسيه. بالظبط، فده اللي بتكلم فيه بقى واضح جدا. يعني اولمبياد باريس كانت كاشفه بشكل واضح ان احنا كان عندنا اثنين ممكن يحققوا ميداليات للاسف. يعني عمر عصر امبارح كسب الراجل السويدي ده، كسبه مرتين. يعني كسبه مرتين قبل كده، فالسيناريو امبارح حقيقه كان سيناريو يعني احسن كتير. وخلي بالك برضو انه ابطال العالم بيسجل المباريات وبيشوفك وبيشوف الزوايا بتاعتك يعني بيعمل عليك اناليسز وسكاوتنج وكل حاجه وبيدرسك. يعني هو الفتره دي ما بيبقاش قاعد لمجرد بس ان هو خسر منك وخلاص، يعني هو برضو في دماغه ان هو يعوض. المفاجاه كمان امبارح كانت ادريانو روانو، ودي اول ذهبيه لجواتيمالا في الرمايه. دي اصلا كانت لاعبه جمباز وكانت بتعد نفسها انها تدخل الاولمبياد الماضيه، وجالها اصابه في 6 فقرات في الظهر. تخيل الدكتور بتاعها نصحها قال لها سيبي اللعبه الاولمبيه اللي انت بتعدي نفسك فيها وخشي العبي رمايه. كان وقت وفاه والدها وقدرت ان هي تدخل الاولمبياد اللي فاتت وحققت المركز 26. شوفوا الدرس في ده، 26 ما فقدتش الامل، السنه دي جابت ذهب عشان احنا بس بنقصوا على لعبتنا جدا. ما هو مش قصه. بصي يا هبه عشان برضه اكون امين معاكي ومع الساده المشاهدين، مش قصه قسوه، لكن لازم ناخد برضه بالعلم. واضح جدا ان احنا يعني كان في مشكله نفسيه واضحه جدا عند بعض اللاعبين اللي هم كانوا قاب قوسين، يعني زياد السيسي مثلا حينما خسر في نصف النهائي، فهو كان بيلاعب فارس فرجاني نجم اللاعب التونسي، واصلا زياد السيسي متفوق عليه، احنا كان زياد السيسي ده مصنف رقم واحد على العالم، فان هو يخسر قدام فارس فرجاني فده كان امر غريب جدا. برضو امبارح عمر عصر هو كسبان متفوق بشكل واضح قبل كده على اللاعب السويدي انه يخسر، وفي اخر الشوط حوالي 11-1، فرق كبير قوي يا هبه. فيعني يعني نتمنى ان الامور دي نعالجها الفتره الجايه، لان احنا حتى الان ميداليه واحده متعشمين في اكتر من كده. يعني عندنا 10 في العاب القوه ان شاء الله، في العاب القوه وفي رفع الاثقال تحديدا. بص احنا النهارده عندنا عزمي محلبه، وده برضو يعتبر ان احنا متعشمين في ميداليه، هيلعب الساعه 10:30 تصفيات السكيت للرجال في الرمايه. نور عباس كمان هتلعب الساعه 10 في 25 متر مسدس ضغط. العاب القوه النهارده الساعه 11:10 مصطفى الجمل هيلعب في تصفيات رمي المطرقه، بنتمنى له كل التوفيق من الابطال الواعدين. محمد مجدي ومصطفى عمرو في رمي الجله 9 مساء. انا مجمعه العاب القوه مع بعضها. تجديف عبد الخالق البنا هيلعب في الترتيب من 19-24. في النهارده ملك حمزه في الجمباز هتلعب الساعه 1 تصفيات الترامبولين. الشراع عندنا خلود منسي الساعه 1:15، وعلي بدوي الساعه 4:30. وهيبقى عندنا طبعا القدم واليد زي ما قلنا، مصر وباراجواي ومصر والنرويج الساعه 8 والساعه 10. لكن اخدك سريعا لمنافسات التنس، لورينزو موتسي وفيليكس اوجير، وعلى الناحيه الثانيه نوفاك جوكوفيتش والكاراز. ده المربع الذهبي في اولمبياد باريس، المتاهلين للمربع الذهبي. لكن كان عندنا مفاجاه، خروج اندي موراي والبوست اللي هو كتبه بعد الخروج. هو قال ان هو بيودع التنس، بس كتب بوست ان هو لم يكن محبا للتنس يوما. مش دي مفاجاه برضه يا غنيم؟ مفاجاه كبيره، مفاجاه كبيره ليا الحقيقه. اندي موراي واحد من يعني من افضل اللعيب، هو طبعا اسكتلندي لكن بيلعب باسم بريطانيا. فكان مفاجاه كبيره جدا ليا البوست اللي كاتب، لكن هو كان متوقع انه خلاص هو اعلن ان اولمبياد باريس هتكون اخر عهد ليه مع التنس. برضه المفاجاه ليا الحقيقه
خروج الثنائي يعني نادال والتراز يا هبه برضو دي كانت مفاجاه كبيره جدا ان هم خرجوا في المنافسات الزوجي. اتمنى 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 على المستوى الشخصي لان ديكوفيتش ما حققش حتى الان ميداليه في الاولمبياد، اتمنى يحققها لان مسيرته الحقيقه هو 37 سنه. هو بصراحه الكراز ماشي زي الصاروخ زي ما بنقول كده وهو منطلق. لكن سريعا اخد تعليقك على حاجتين بسرعه عشان وقتنا انتهى يا غنيم. اول حاجه استبعاد حكم استرالي في ركوب الامواج لانه شافوه واقف فقط مع المدرب واللاعب من نفس بلدته. قرار سائق طبعا. فاستبعدوه اصلا من التحكيم في المنافسات. والحاجه الاخيره ايمان خليف الجزائريه. ايمان خليف قصتها قصه كبيره العالم كله بيتكلم عليها ايا كان، لكن هي حتى الان ده اللجنه الاولمبيه سمحت بمشاركتها فاكيد اللجنه الاولمبيه عندها مبرراتها، وبالتالي اتمنى لها كل التوفيق في بقيه المنافسات في الملاكمه باذن الله ان شاء الله. غنيم انا بشكرك شكرا جزيلا على الاطلاله دي على معظم المنافسات الخاصه باولمبياد باريس وابرز الاخبار. رجعنا لكم تاني انا وزميلتي العزيزه هبه ماهر. النهارده يا جماعه نتكلم على حاجه جميله جدا جدا وتقريبا بتهم كل الشباب وكل الناس اللي لسه بيقدموا على شغل جديد او على عمل جديد. هنتكلم النهارده لما بقى عندنا انترفيو عمل جديد بنحتاج نعرف، ودي اهم حاجه، خطوات اجتيازه بنجاح. وطبعا اولهم اول حاجه فيها الثقه بالنفس ومعرفه ان هقدر انجح في اي حاجه هعملها، وكمان اكون قادر على التحمل الضغوطات. فخلونا نعرف بالتفاصيل ازاي نجتاز المقابله الشخصيه بنجاح. معانا النهارده ضيفنا في 8 الصبح معانا دكتور رافت شحاته استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه. اهلا وسهلا بحضرتك. رحمه ازاي؟ الحمد لله. يا هاني ازاي في الاخبار؟ تمام. اهلا وسهلا بيك. دكتور رافت، التحضير للمقابله يعني ممكن كده نقسمها لأجزاء بيكون بيصاحبها قلق قبل المقابلة، إزاي أي حد داخل على شغل يحضر نفسه قبل ما يقبل، وبعدين مظهريا ممكن نقول ونفسيا، ووقت المقابلة بقى الأسئلة الصعبة والكلام ده كله، تحب تبتدي منين؟ هو أول حاجة أنا رايح أعمل الانترفيو في شركة، شيء بشع إن أنا أروح الانترفيو فيسألني هو أنت دخلت على الويب سايت بتاعنا؟ يقول لي لا. اقول له طب انت تعرف منتجاتنا؟ يقول لي لا. ما انت جاي تعمل ايه؟ فاول حاجه في التحضير حاجتين، اعرف معلومات عن الشركه اللي انا رايحها، واعرف معلومات عن الشخص اللي انا رايحه. وطبعا السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي سهلت لك القصه دي. فانا رايح اقابل واحد عايز اعرف هو مين، هو تخصصه ايه، الباك جراوند بتاعه، كل الحاجات اللي بتبقى موجوده، كل حاجه معلومات بتبقى موجوده، فبالتالي انا فاهم انا بكلم مين. لكن انا رايح قالوا لي هتقابل هبه ماهر، طيب انا ما اعرفش حاجه عنك خالص، انت تخصصك ايه، باك جراوند بتاعك، فانا بتكلم معاكي بيسموه ترايل اند ايرور، محاوله وخطا، لا لازم اقرا كويس جدا عنك واعرف انت مين. صح. اقرا عن الشركه. في كمان شباب بيعجبوني جدا الثقافه، لا غير الثقافه كمان، لما يدخل على الويب سايت بتاع الشركه يجي مجهز لي بروبوزل مثلا او تصور، ايه رايكم انت، يعني بيقول لي مثلا انا عملت قبل خلاص ده شاطر جدا، عملت يعني تصور كده لو احنا عملنا 1 2 3 ممكن نخلي المنتجات بتاعتنا دي تتباع اكتر. ده معناه ايه؟ معناه ان حد عمل الهوم ورك بتاعه. لكن انا جاي اسالك دخلت على الويب سايت تقول لي اصل انا ما لحقتش. ما لحقتش ايه؟ وانت جاي تعمل ايه؟ اصل انتوا كلمتوني اول امبارح. طب ايه المشكله؟ هتاخد ربع ساعه تدخل فده بيدينا انطباع انه ما جهزش نفسه. صح. الجزء الثاني كان قالت رحمه جزء حلو قوي، احنا مش بندور بس على المعلومات، والا كان اوائل الدفعه هم اكتر ناس بيتاخدوا في الشركات، احنا بندور على شخصيه. وفي حاجات بنعملها، يعني احد شركات العربيات الالمانيه الشهيره بيعملوا حركه في قمه الجمال، الموظف الجديد اللي عايزين يختبروه بيقعدوه جنب سواق مجنون. الانترفيو يبتدي ازاي؟ اولا هي شاشه موجوده على التابلو بتاع العربيه، الاتش ار مانجر بتاع الشركه باين في الشاشه دي،
فالاتش ار في الشركه والموظف اللي بيتعمل الانترفيو قاعد في العربيه. امتى يبتدي الانترفيو؟ لما العربيه تبتدي تجري بسرعه عنيفه جدا والسواق يبتدي يعمل حركات غريبه جدا عشان يشوف مدى الثبات الانفعالي بتاع الشخص. ثبات انفعالي وثقافه. الثقافة دي بتيجي بقى من خلال الأسئلة نفسها. لكن أنا بتكلم هنا على فكرة الشخصية. أنا عايز حد عنده كاريزما، عنده ثقة بنفسه، عنده ثبات انفعالي، لأن في كل طبيعي الوظائف اللي احنا بنشتغل فيها. أنت بتشتغلي في بنك، فجأة لقيت قدامك 100 عميل واقف قدامك. لو أنا ما عنديش ثبات انفعالي إيه اللي بيحصل؟ بنهار. بنهار. ثقة بالنفس، أنا مش عايز، يعني في لفظ كده بلدي، مش عايز ولد خرع، لا، أنا عايز حد عنده ثقة بنفسه. يعني مثلا احيانا بنعمل حركات كده لطيفه، حاجه تدخلي انا قاعد وانت داخله تسلمي عليا، فاسلم عليكي وبعدين ما اقولكيش اتفضلي تروحي قاعده، اقول لك هبه هو انا قلت لك اقعدي؟ تتخضي. وانا كده بحاول اتست ردود الافعال. مره ولد عملت معاه كده، قال يا فندم انا المفروض ما اقفش، راح واخد بعضه ماشي، ده ما عندوش اي ثبات انفعال. واحد تاني رد يعني في حته سخريه سنه، قال لي طب يا فندم لو حابب نقف اقف. ولا التالت قال لي انا اسف يا فندم حك عندك حق، انا كان المفروض استاذن قبل ما اقعد. ده افضل. فاحنا احيانا بنحطه شخص تحت نوع من الضغط، حاجات بنشوف الكياسه في طبعا الاتيكيت مثلا. لما حد بيدخل على حد وما تعرفهوش ما تمديش ايدك تسلمي عليه، حتى لو راجل او ست بغض النظر. فهو لو عايز يسلم عليكي الحاجات دي حاجات صغيره. لما يقول لك اتفضلي، انا اكبر منك في السن فانا بقول لك اتفضلي، وانا وقفت عشان اسلم عليكي لازم تراعي ان انا قعدت في الاول قبل ما انت تقعدي. كل دي حاجات في ناس كتير، شباب كتير ما بياخدش باله منها، فيقول لك طب انا وقعت ليه في الانترفيو؟ عشان في حاجات مهمه جدا لازم تاخد بالك منها ما خدتش بالك منها. طيب الاعتناء بالمظهر قبل الذهاب لمقابله العمل دي مصيبه ثانيه بقى النقطه. يعني احيانا مثلا لما بنخلي الاسيستنت تكلم الشخص، ما بقول له، بقول لها ما تقوليلوش يجي بايه، سالك اجي فورمال ولا سيمي فورمال قولي له، ما اسالكيش. طيب فتلاقي واحد جاي لابس كاجوال، فاجي اساله واقول له حك ليه ما جيتش فورمال؟ يقول لي الاسيستنت ما قالتليش كده. اقول له حلو جدا، طب هي قالت لك تعالى كاجوال؟ يقول لي لا. قلت له طيب هي ما قالتلكش تعالى ايه وانت ما سالتش؟ العرف في الحاجات دي انك تيجي ايه؟ انك تيجي فورمال. انت جيت فورمال ما حدش هيقول لك انت ليه جيت فورمال ليه. لكن لو جيت كاجوال، لكن في بعض الناس بتبقى ناس شاطره مثلا، هو بيشتغل في شركه وخايف انه لو لبس فورمال في اليوم ده وهو جاي من الشركه على طول يعرفوا انه رايح يعمل انترفيو، فبيقول للاسيستنت طب ينفع اجي كاجوال عشان مش هقدر اجي فورمال؟ فبقول لها، بقول للاسيستنت اكتبي على السي في بتاعه كده عشان ده مبرر منطقي ان هو ما جاش فورمال. لكن ما جيش فورمال واقول اصل انتوا ما قلتوليش كده، ده معناه ان الشخص ده ما عندوش اي نوع من الحكمه خالص في اداره الحوار. دقني تبقى محلوقه كويسه، البنت لازم تبقى طبعا مهندمه، وطبعا البنات احنا برضو بنراعي حاجه صغيره، هي مش رايحه فرح، هي رايحه انترفيو. يعني الميك اب وتسريحه الشعر واللبس لازم تبقى ماشيه مع فكره ان انا رايحه مقابله رسميه. فانا عايز اوصل رساله ايجابيه، انا مش رايح اعرض نفسي، مش رايحه تعرض نفسي، انت رايحه دي في ليه؟ انت رايحه مقابله شخصيه. فالولاد والبنات لازم يبقى فاهم ايه الدريس كود اللي يجي بيه المقابله الشخصيه. طب برضو يا دكتور، يعني التاهل النفسي اكيد عامل مهم في المقابله، فعايز اعرف في اجتياز المقابله ده برضو عامل مهم جدا ولا لا؟ ما هو اكتر حاجه تخليه مؤهل نفسيا انه يكون محضر كويس وعارف هيقابل مين وايه الشركه والتايتل اللي مقدم عليه ايه. وبعدين حاجه مهمه جدا، انا مقدم مثلا على سيلز بيع، لازم ابقى فاهم هم بيركزوا دايما على ايه المهارات اللي دايما بيحبوا يشوفوها في الشخص اللي مقدم على سيلز. ايوه سيلز. بس هسال السؤال ده والله العظيم يا دكتور، شفت انا بقرا افكارك ازاي يا رحمه؟ ما شاء الله طلعت دارس اهو، ربنا يخليك. طب ايه بقى المهارات اللي لازم تكون عندي علشان خاطر ادخل المقابله؟ طيب احنا عندنا مثلا يعني معظم الشباب الصغير اشهر منصبين بيقدموا عليه يا بيع يا تسويق، لان دي الحاجات اللي عليها طلب كتير جدا في السوق. انا دلوقتي لو راجل داخل مقدم على وظيفه فيها تسويق او داخل في منصب ليه علاقه بالتسويق، لما يجي يسالني ايه اكتر نقطه قوه عندك، لازم ابقى ذكي، ابقى شايف هو اكتر حاجه بيحبوها في التسويق ايه. هو لازم يكون في نقطه قوه؟ امال هاخدك ليه؟ انت ما عندكيش نقاط قوه، يبقى انت ما ينفعيش للمنصب ده. شوف الموضوع ده يبقى اضافه يعني للشركه. فلازم اقول له ايه؟ اقول له انه انا شخص بفكر بشكل غير تقليدي ومبدع. دي بالنسبه للمنصب زي التسويق عاليه جدا. لكن لو مثلا في السيلز يقول، اقول انا محتاجه، يقول لي ايه؟ يقول لي انا مقنع،
انا بعرف ادير العلاقات مع الناس، انا بعرف اتعامل مع الناس كويس، انا اجتماعي. ما ينفعش واحد مثلا يقول لي انا خجول وهو مقدم على وظيفه بيع، ما ينفعش. ما ينفعش مثلا واحد مقدم على محاسب ويقول لي اصل انا ما بحبش الارقام، وما انت جاي ليه؟ فدي اكتر من حاجات التجهيز يا رحمه، انه يبقى عارف هو ايه الحاجات اللي دايما بيدوروا عليها في المنصب ده، ويبتدي بقى يبقى طبعا مش عايزينه يكذب بس يركز على النقط دي، لانه طبعا حتى لو كده بس في سؤال بيبقى مربك لاي حد رايح يقدم. عيوبك ايه؟ اتكلم عن نفسك، قدم لي نفسك، اللي هو سؤال واسع. هو ده مش مربك، هو المربك لما نقول له عيوبك ايه، لكن اقول له قدم لي نفسي. ما خلي بالك برضه في ناس كتير اللي هو مش عارف يقول ايه، ايه النقط اللي لازم يذكرها، فقدم لي نفسك يعني اتكلم عن نفسي اقول يعني ايه. هو هي على فكره هو سؤال تريكي شويه لكن هو مش صعب. هو انا لما بقول لك كلميني عن نفسك، انا عايز اعرف انت عندك كياسه، عندك حياه مثلا. واحد يدخل في الحياه الشخصيه في الاول، طب انا ليه ادخل في الحته دي في الاول؟ لكن انا مفروض باخد المحطات اللي في حياتي اللي توصل رسائل إيجابية. بمعنى أنا خريج كلية كذا، تخصص كذا، بعد ما اتخرجت اشتغلت في كذا وكذا. يعني مرة حد قال لي أنا دخلت الجيش ضابط احتياط، فعجبني الفكرة بس أنا قلت أتأكد. قلت له طب أنت ليه ذكرت المعلومة دي؟ قال لي عشان أوصل لحضرتك إن أنا كان معايا عساكر في الجيش وكنت بعرف أقودهم كويس، فوصل لك إن أنا عندي خبرة إدارية. عجبتني الفكرة طبعا. لكن أنت بتقولي حاجة في حياتك مثلا، يقول لي مثلا أنا اتجوزت مرة وطلقت وجوزت، فأسأله طب أنت ليه قلت المعلومة دي؟ أولا ممكن تدي انطباع سيء، ثانيا دي حاجة شخصية ربما ما تبقاش فارقة معايا. فإحنا بنشوف السؤال ده إزاي أنت في وقت صغير عرفتي تنقي المحطات اللي في حياتك اللي ممكن تدي انطباعات إيجابية. يعني الأسئلة بتكون مختارة حسب الرد، يعني مثلا أذكر نقاط قوتك وضعفك. هو احنا بنقولها على مرحلتين، نقاط القوة في الأول، وبعدين أحيانا بنصعب الموضوع عليك. أقول لك وانت بتقولي لي نقاط القوة، قولي هالي بترتيب الأهمية. ليه؟ عشان أربط ما بين الترتيب اللي انت قلتيه وما بين طبيعة الوظيفة. وبعدين أحيانا بنعمل تركية كده لطيفة، نروح كاتبين النقط. انت قلتي 6 نقط، نكمل الانترفيو أرجع بعد شوية أقول لك معلش يا هبة فكريني بنقاط القوة عندك تاني. مصيبة سودة بقى لو النقط اتغيرت أو الترتيب اتغير أو نقطة اتضافت ما اتقالتش من شوية أو نقطة اتشالت كانت اتقالت من شوية، ده معناه أنت اللي بيجي في دماغك بتقوليه ودي مش النقط اللي موجودة عندك. كارثة بكل المقاييس. ويخلوا بالهم من التركات دي. طب نقاط لا معلش هقول لك حتة تاني برضو في الحتة دي. أحيانا أنت بتبقي كاتبة نقاط القوة في السي في، فانا اروح ماسك السي في هو في ايدي مش في ايدي، اقول لك ما هبه معلش ممكن تقولي لي نقاط القوه اللي انت كاتباها في السي في؟ انت كاتبه 8 نقط حاجة تتنحي مش قادرة تفتكريهم. يعني انت كاتبة حاجة ومفروض الحاجة دي عندك وانت مش قادرة تفتكريها، دي مصيبة بكل المقاييس. ومهم طبعا اللي بيعمل الانترفيو ده انه ما يصعبهاش برضو. لا خلي بالك من حاجة صغيرة، احنا دايما بنحط الناس اندر ستريس او تحت ضغط. ليه؟ ما هو ليه؟ عشان طبيعة الشغل اللي هتشتغليه فيه ضغط. فانا لو حطيتك كده ازيك يا هبة واخبارك ايه وكلمني والدنيا لطيفة جدا. يعني هقول لك حاجة صغيرة، مرة كانت في اجواء العمل يعني في احد شركات كان صاحب الشركة قابل حد مدير بيع، وبعدين قال لي دكتور الراجل هايل فاقعد معايا. انا ذكي جدا في الحته دي بقى، لما حد يقول لي انا انبسطت منه اقول له معلش خليك معايا في القعده الثانيه. ليه؟ عشان لو هو انبسط منه وانا جيت قلت له لا ما ينفعش هيقول لي ازاي بيه ده كان زي الفل امبارح. فقلت له معلش باشمهندس خالد خليك معايا في القعده عشان يحضر التغير عشان نشوف. انا ابتديت معاه قلت له ايه نقاط القوه اللي عندك؟ خلي بالك بقى انا احطه تحت ضغط بس بشكل ايه غير مباشر. لانه زمان كنا بنعمل حاجات عبيطه شويه، يعني قعد راجل 2 3 ساعات نركنه في الحر، ما حدش بيعمل كده دلوقتي لان هو بيفهم ان الحركه دي معموله. فانا بقول له قول لي كان اسمه محمد، قلت له محمد قول لي نقاط القوه اللي عندك، فقال لي 3 نقط. فانا ابتديت بقى في الاستفزاز، قلت له محمد انا شايف ان ال3 نقط دول ما يعملوش مدير بيع كويس، ايه تاني نقط تانيه؟ قال لي ما فيش حاجه في دماغي. قلت له طيب بس في حاجات تانية مهمة، قال لي حضرتك ممكن تقولها لي؟ قلت له لا أنا هنا بسأل أنا ما جاوبش. فابتدى هنا يتضايق أكتر. وطبعا هو متضايق لأن الأونر أو صاحب الشركة قاعد، فهو متضايق إن هو عمل كويس امبارح والنهاردة الدنيا ابتدت تروح في داهية شوية. رحت قلت له بقى إيه عيوبك؟ قال لي مش فاكرها. قلت له طب ما أنت لو مش فاكر عيوبك هتطورها ازاي؟ هنا بقى اتضايق جدا. قال لي انا فاكرها بس مش هقولها لحضرتك. قلت له تقدر تتفضل دلوقتي. فطبعا صاحب الشركه مش مصدق انه الشخص ده اللي كان امبارح لطيف وبيجاوب اجابات عظيمه جدا النهارده بقى بالمنظر ده. هو ايه الفكره؟ انت مجرد عملتي ايه؟ حطيتيه تحت ضغط. يعني انا مش هحطك تحت ضغط يا رحمه ولا حاجه، ده احنا مش في انترفيو ولا لا حاجه. لا بالعكس ميز. بالعكس دي حاجه عاديه. طيب يعني انت قلت كذا حاجه او يعني احنا يعني فيك
حاجتين احنا سالناهم لحضرتك واكيد قلت عليهم. ازاي بقى تكون المقابله تكون ناجحه؟ طيب احنا اهم ثلاث حاجات بنبص عليهم في المقابله حضرتك لازم تبقي فاهماهم وانت داخله. هم بيسموهم كي اس اي، هي مش السعوديه جايه على حروف السعوديه، لكن كي النولج اللي هي المعرفه، الاس السكيلز اللي هي المهارات، الاي الاتيتيود وهي الشخصيه والسلوك. لما بنيجي نرتبهم حسب الاهميه، الاتيتيود او الشخصيه او السلوك هو اهم حاجه، يجي بعدها المهارات اللي هي سكيلز، اقلهم في الاهميه هي النولج او المعرفه، لان النولج او المعرفه دي اقدر اكتسبها، لكن السلوك ما بيتغيرش. فانا ببقى خايف مثلا ان يجي واحد اجريسيف او عنيف، واحد خواف، واحد سماوي، لانه اي حد من الاشكال دي لما بيدخل الشركه بيعمل ايه؟ بيبوظ للشركه. فانا عايز اتاكد من القصه دي. فدي بنستخدم بعض الحاجات النفسيه شويه بيسموها وسائل اسقاطيه. فممكن مثلا واحد يديلك، يعني في اختبار شهير جدا، هو قديم جدا بس شهير، سريعا يا دكتور سريعا، اسمه HTP، اللي هو انا بديلك ثلاث كروت بيضة، كارت ترسمي فيه شخص، وكارت ترسمي فيه بيت، وكارت ترسمي فيه شجرة. طيب احنا ده هنقول دلوقتي للحديث بقية، عشان برضو موضوع شيق جدا 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 ومهم قوي بالنسبة للناس. وحضرتك ما شاء الله يعني ايه متمرس في الموضوع ده، فبتدينا زي ما احنا بنقول كده الزتونة بالظبط كده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رأفت شحاتة يوسف، استاذ الإدارة والتنمية البشرية، افدتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرك يا رحومة، صباح الفل عليكي، واشوفك ان شاء الله مع السادة المشاهدين، نتقابل ان شاء الله الجمعة القادمة. وهسيب حضراتكم دلوقتي مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع زميلة داليا أشرف وفقرة إزاي نعمل سلطات صحية في البيت وبأقل التكاليف. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها في 8 الصبح. النهاردة معانا في فقرة مطبخ 8 الصبح اللي دايما بنختص بيها ان احنا بنجيب وجبات صحية بديلة. بمعنى ايه؟ ان احنا دايما بنبقى عايزين ناكل طبعا، وكلنا بنبقى نفسنا مفتوحة، ولكن لازم برضو يبقى عندنا بدائل صحية، علشان دايما الصحة بتبقى مرتبطة بالتغذية السليمة. النهاردة احنا جايبين لحضراتكم السلطات. طبعا الوقت صيف وحر، وطبعا بيبقى محتاجين برضو مية في الجسم، ومحتاجين ان احنا طول الوقت ناكل وجبات كده سريعة. السلطات من الوجبات الحقيقة اللي بتبقى مغرية جدا جدا جدا، ولكن لو اتعملت حلو ومكونات صحية وكمان لذيذة. تعالوا نروح بقى نتعرف النهاردة على الشيف عبد الرحمن تامر اللي هيعمل لنا النهاردة ثلاث سلطات مختلفين. صباح الفل. صباح الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي حضرتك. كويس؟ كويس فل تمام. اعتدنا ان السلطه سلطتنا الطماطم والخيار والبصل بس الحقيقه بتبقى السلطات لما بتتعمل بشكل مختلف بمكونات مختلفه بتبقى احلى وصحيه اكتر. فقول لي انت النهارده محضر لنا ايه؟ محضر ثلاث سلطات عندي. اول سلطه بافلو موتزاريلا سلط في بلدها ايطاليا، منتشره جدا في المطاعم يعني. اوكي. وبنتعملها بطريقه برود وبروفيشنال يعني. اوكي. برضو بتاخد جرجير. طب نشوف السلطه الثانيه عباره عن ايه والثالثه، وبعد كده ننطلق بقى سلطه خلاص سلطة. تمام. ثاني سلطه السلطه اليوناني جريك سلط، برضو ليها انجريدينت مخصصه نقولها لحضرتك برضو. اوكي. ثالث سلطه فروت سلط بالكوكونات. دي كوكونات، انا بحب الكوكونات قوي. اوكي تمام. دي بقى للتحليه. دي للتحليه. اوكي تعال نبدا بقى باللي هي بتاعت الموتزاريلا. بافلو موتزاريلا سلط. اوكي تعال نبدا. ايه مكوناتها؟ وسريعه طبعا. سريعه جدا. نعم سهله. بتاخد جرجير ده جرجير بيبي برضو، وبتاخد جبنه بافلو موتزاريلا سمول بيبي. يعني ايه بيبي؟ صغننه يعني. اوكي. وبتاخد شيري توميتو. اوكي. وبتاخد صوص بيستو. طب نبدا نشتغل بقى. نبدا يلا. ولو عايزني اساعدك في اي حاجه لا، زي ان انا اكل من ايدك ما عنديش مانع. ربنا يعزك. اوكي دي بقى من مطبخ ايطالي. مطبخ ايطالي. بيمتاز بايه بقى المطبخ الايطالي؟ بيمتاز بالاكلات السهله والجميله. الاكل دايما يعني هم ثقافه الايطاليين زي المصريين بالظبط يعني. قريبين احنا من بعض شويه. طبعا الجرجير مفيد جدا جدا علشان خاطر الورقيات الخضراء بتبقى مهمه قوي. واحنا معانا المنيو طبعا على الشاشه اهو المكونات. طيب انت قلت بيبي جرجير، بيتنقى ازاي؟ يعني انا دلوقتي اروح انقي الجرجير، انقيه ازاي؟ افرق ما بين ان هو الكبير والصغنن ازاي؟ لا ده بيبقى ليه مواصفات خاصه. اعرفها انا ازاي ولا بطلبها؟ بتبقى موجوده في الماركتات الكبيره يعني.
يعني انا اروح اقول له عايزه بيبي جرجير، بيبي جرجير بيبقى ايه فوائده او الفرق هو ما بينه؟ هو نفس هو تاني، بس بيبقى فرق بس الشكل وبيبقى انضف شويه. اوكي، فريش اكتر. فريش اكتر اه. بس ف برضه هنحط له برضه كافيار بلسمك. اه الكافيار ده مهم قوي. اه بس ده كافيار فيك، مش كافيار مش كافيار اصلي، ده كافيار فيك انا برضه جايبينه من انا اللي عامله مصنعه بايديا. اه يعني ايه بقى ده؟ بيبقى اي سائل، ماده سائله وماده اسمها اجار اجار وبلسمك. يعني تقصد انه واخد بس الشكل، النكهه واخد الشكل بتاع الكافيار لكن هو بنكهه البلسمك. اه يعني هي السلطه دي اصلا في ايطاليا بتاخد بلسمك ريدكشن. اوكي، ايه بلسمك ده؟ معلش، بلسمك صوص بلسمك. اه خل. خل بلسمك. اه خل بلسمك ريدكشن. اه بس فانا برضو ما رضيتش اعملها تقليدي قوي، فعملت لها صنعت لها كافيار فيك. طب ايه ده، انا عايزه ادوق الكافيار الفيك ده. تمام، اشوف برضو ايه. لا هات لي معلقه كده. اه انت هترش بطبق يعني احطه بعد كده ادوقه منك. انت حاطط التوميتو شيري والجبنه البافلو. ايه بقى الجبنه البافلو دي بقى؟ دهونها اه دي دهونها خفيفه، من بتبقى من لبن الجاموسي. اوكي، ودي صحيه. صحيه جدا، ملحها خفيف. ملحها خفيف، جميله جدا. طيب وريني كده. تمام، ومهديها شويه زيت زيتون. الله، زيت الزيتون ده جميل. رشه بسيطه خالص. هل طيب ممكن نحط عليها مثلا قطعه فراخ، ميت، مش لحمه؟ مش مشكله، بس هي دي تصندرها كده في ايطاليا، بتبقى خفيفه يعني. اوكي، تتحط مع الاكل. تتحط مع الاكل خفيف. برضه نقرنشها كده بشويه ميكرو جرين. ده انت بتحط ايه؟ ميكرو جرين، اعشاب، حاجات برضه بتبقى. انت مصمم قوي وده حلو على الورقيات الخضراء، لان يعني الورقيات الخضراء مفيده جدا جدا جدا، ومفيده كمان للهضم. بالظبط. احنا كده خلصنا السلطه. طيب اللي انت حطيته ده، احنا عايزين بس برضه نوضح للساده المشاهدين، دي بنقول بنروح نطلبها تشايفز. في تشايفز. تشايفز. اوكي، بتبقى ايه فوائدها؟ بصل، ده بصل اخضر، ده من ورقيات البصل. بالظبط، بس ما فيهاش ريحه بصل. هي كده فعلا تتاكل عادي؟ تتاكل. اه كليها. وبتعمل ريحه بصل؟ لا لا، بتعمل ريحه بصل. ورق اخضر، هي ده طعمها. الناس بتحبها ايطاليا برضه، بيحبوها، بيحبوها الطليان. اوكي. طب ايه تاني؟ بس انا عايزه ادوق الاول الكافيار. الكافيار الاول اللي هو الكافيار الفيك ده، ده بطعم البلسمك. البلسمك، انا بحب اصل الخل. وبشوف كده ثواني. مزز. حلو قوي. طعمه جميل. طب دي السلطه الاولانيه. السلطه الاولانيه. اوكي، ايه اللي بيتميز بيه المطبخ الطلياني في سلطاته؟ يعني بيعتمد على الجرجير دايما؟ بيحب بيحب الجبن جدا والورقيات، بس اكتر حاجه بحبها الجبن. اوكي. طيب دي السلطه الاولانيه، هات ادوقها الاول. معلش يا جماعه، انا بحب اساعد الشيفس. اوكي. ممكن بقى حضرتك تجيب لي حاجه ثانيه؟ بحب الفقرات دي قوي يا جماعه، يبقوا كتروا منها عشان خاطر. طعمها تحفه، بس طبعا انا لو قررت اكل جرجير هعك الدنيا، فخليني كده ايه بالشوكه. الجبنه والشيري توميتو برضه، ميكس بين الجبنه والشيري والبلسمك. دي السلطه الاولانيه. السلطه الثانيه بقى جريك سالاد. انت ايه الاخضر، الصوص الاخضر اللي حطيته ده؟ صوص بيستو. اقول لك الانجريدينت بتاعته. صوص ريحان مع زيت زيتون مع توم مع جبنه برمجان وصنوبر. انت اللي عامله؟ انا اللي عامله برضه ميكس. اوكي، ده هادي تاني. هات الصوص ده، اصل طعمه حلو قوي يا جماعه. ده صوص بيستو. بيستو ريحان. ريحان ده جميل، الريحان ده. صنوبر. صنوبر. توم. توم. زيت زيتون. زيت زيتون. جبنه برمجان. اوكي. ملح وفلفل. بيتعملوا ازاي؟ اتخلطوا ازاي بقى؟ اتخلطوا في خلاط. يعني كل المكونات دي على بعض؟ في خلاط. ويعمل الميكسينج ده. بيعمل صوص جرين صوص. اوكي، ده جميل. طيب ندخل على السلطه الثانيه. جريك سلطه، سلطه يوناني مشهوره جدا برضو في المطاعم. الانجليزي بتاعتها بتاخد خس كابوتشا، بديها طماطم شيري. برضو انت حريص على الخس الورقيات. والورقيات هايله الفقره دي. بديها فلفل الوان. الله، فيتامينز ومعادي ايه، حلو قوي. اوكي، فلفل اخضر واصفر. بالظبط. واحمر. بديها زيتون. الله، جميل قوي الزيتون ده. مخلي. مخلي من غير مخلي من غير بذر. تمام. بديها خيار. ده خيار، نحط خيار برضو. بديها خيار. اوكي، زي السلطه بتاعتنا برضو البلدي، بس بشكل جريكي. هي يوناني.
يعني ايه بقى الفرق ما يعني ايه ما يميز السلطات اليونانيه؟ الجبنه اليوناني اكثر حاجه يعني هي اصلا مشهوره بيها جدا. اوكي بتاخد جبنه يوناني وبتاخد برضو بصل. بس هو البصل مفيد للمناعه طبعا جدا. طب لو انا سلقت البصل ده عادي؟ لا فريش وعايزه فريش. فريش بصل احمر للسلطه يعني. بصل الاحمر مش الاخضر بتاعنا اللي هو لا بصل بتاع الفسيخ والرنجه ده. لا لا ماشي هي كده جاهزت. دي سريعه قوي، ده ممكن الاطفال يعملوها يعني، ماما تقطع الحاجه وهم يكونوها بالظبط. سهله جدا. بديها برضو بصل، اقطع حاجات بسيطه خالص، اقطع جوليان. وبعدين الطبق ده لو انا اكلته انا شبعت على فكره خلاص يا جماعه. تمام. مع قطعه فراخ في برضو بروتين وفي كل في املاح معدنيه في كل حاجه. انت عارف بدي شويه اوريجانو. اوكي ايه ده بقى؟ زعتر فريش. الله زعتر كده دراي. وريني. بحب الزعتر قوي وريحته. الله اهو. بدي شويه زيت زيتون. زيت زيتون ينفع احط خل ولا ما ينفعش؟ طيب احنا كده خلصنا السلطه دي. الله ايه ده يا جماعه، ده بسرعه. طب امال ده ايه؟ ده ميكرو جرين اعشاب برضو، حطيناه على السلطه اللي قبلها. ممكن احطها على السلطه دي عادي برضو. ايه بقى ميكرو جرين دي بقى؟ ده بطعم البنجر. بنجر؟ مش البنجر ده احمر؟ لا هي ليها ميكرو جرين عادي، في منها فجل وفي منها بنجر. بس انا حاسه ان ده فجل. بس حلو حلو، اي حاجه انا بحبها حلو. ها وريني بقى، ادوق منك. امال ايه الورد ده؟ ايه ده الورد؟ السلطه ثانيه. سلطه ثانيه؟ سلطه الفواكه. ده جاي انت النهارده ايه مدلعنا. طيب طبعا السلطات دي مفيده في انه هي بيبقى فيها ميه، يعني الخيار ده ميه طبعا بيعوض الجسم في الحر. بس فهل كابوتشا؟ كابوتشا برضو. فهل انت بقى الطلبات على في الصيف على السلطات بتزيد يعني؟ كتير انت بحكم انك شاف بقى، ايه بقى احكي لي. يعني بيحتاجوها اكتر يعني، برضو تبقى يعني من في بدايه الستارتر يعني. في بدايه الاكل اي حد يخش مطعم بيبتدي بالسوب، سوب في الشتاء اكتر حاجه. بعد كده سلط، تاني حاجه السلط على طول في اي منيو. طب بالنسبه للسلطات اللي خلينا قبل ما نخش على الحلو، الحوادق. تمام. انت بتشوف انه الاقبال ايه اكتر على السلطات الجريكي ولا الايطالي ولا البلدي ولا ايه؟ على حسب المطعم اللي بيقدم، بس يعني دايما المطاعم انترناشونال بتقدم سلطات من كل بلد. يعني البلد انت بتحب ايه وتفضل ايه اللي بيشدك كشف؟ المطبخ الايطالي. ليه بقى المطبخ الايطالي؟ عشان برضه هو يعني حاجته سهله وحاجته طعمها مختلف وكلها جبن. والمصريين يحبوا الجبنه. يحبوا الجبنه جدا. ولا والبيتزات والمكرونه بروزوتو. طيب في الصيف بياكلوا سلطات اكتر من الشتاء؟ طبعا كتير. كتير شايف جدا. شايف ان في حرص اكتر؟ طبعا. نخش بقى على الحلو. نخش على السلطه الثانيه. ده دي اناناس. تمام. احنا برضو يعني بنعتمد برضو على الشكل اكتر حاجه. وعلى التيست. بس أوكي. لازم يكون الشكل يعني العين تاكل قبل البق. طبعا يا. فلازم انا جبت فرغت الاناناسيه عشان نعمل حاجه بروفيشنال شويه. حلو. وعملت كريم جوز الهند. هي فوم ايه؟ انت اللي بتعمل كريمة جوز الهند ولا جاهزة؟ لا انا بعملها يدوي. طب قول مكوناتها بقى. ماشي. كريمة جوز الهند مع لبن جوز الهند مع كريمة وسكر وبضربه. طب السكر بقى خلينا نجيبه. بسيطة خالص. ايوه. ولا ممكن نستبدله بعسل؟ ممكن نستبدله بعسل، مفيش مشكلة. عادي عشان خلاص. احنا بنقول مكونات صحية. ماشي. ها. دي كده كريمة. انا اكلت مهلبية بجوز الهند. الله. لا بس سكرها مظبوط. يعني مش كمية سكريات عالية. اوكي كمل. ها. بس فكده هنبدأ بقى ايه بالفواكه بتاعتنا. فاكهه العنب بقى، فاكهه الصيف. عندنا عنب. عندنا خوخ وبرقوق. الله. عندنا تفاح. لا 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 ده كتير قوي يا جماعه. وبطيخ. ده كانتالوب. كانتالوب. وده كيوي. وكيوي. ده صحي صحي. كله هيلثي. امال ده ايه بقى؟ ده بقى كافيار برضو. كافيار برضو. بس بالباشون فروت اللي هي الفاكهه الام. انا برضو اللي مصنعه برضو. ايه بقى يعني ايه كافيار بفاكهه الام؟ دي ميكس من كل الفواكه. اوكي انت مش عايز تقول لنا الخلطه بتاعتها يعني؟ يا سر المهنه صح. انا حاسه بكده، حاسه. ها المهم انا اللي زيي ما بيدورش على بتعملها ازاي، انا عليا اكل وخلاص يعني. ما دام في شيف كده وشاطر فانا اكل وخلاص، ليه اقعد ادور بتتعمل ازاي؟ هنبدا بقى ايه، نبقى بمزيج من مكونات. خش بالخوخ. دي سعراتها ايه بقى؟ مش عاليه قوي. كلها صحيه. انت عارف ان دي ممكن انا اتغدى بيها؟ هي غدا. تبقى وجبه غدا. مش تحليه. شكلها تحفه. خوخ وبرقوق. اوكي نفس الكلام هنا. انا عامل هنا ميكس بين الخوخ والبرقوق. حاطط عصير برتقال معاهم. لا 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 ده انت بص بقى، السلطه دي خطفت قلبي، بس انا عز الفاكهه قوي برضو. اوكي. وعنب. وعنب وتفاح اخضر. اساعدك في ال بسيط.
تفاح. اه اوكي. شكلها بص عارف الفيديوز اللي هي بتطلع ترندي دي بالزبط. وعلى البحر بالزبط. ومسكين اللي هي الفاكهه وبياكلوها او بيشربوها نفسها يا جماعه، والدنيا بسيطه جدا جدا. عامل هو كان تلوب بس عامله برضو كانيل كده بالمعلقه. آه. دي سلطه ايه بقى منشاها ايه؟ دي مصريه عادي. مصريه عادي. اه يكسب المصري. اه بطيخ. اه دي انت قاطعها كده بمعلقه متخصصه. اه معلقه متخصصه اسمها نوازات. الكيوي. الكيوي لا لا ده الكيوي ده حبيب ده اهم قلبي. حاجه. اه ده انا بص، وفي مكسرات هناك انا شايفاها بالظبط. في مكسرات لوز محمص. لوز محمص ممكن نستبدله بسوداني، ممكن جوز هند برضه ممكن دراي. اه اه ونبدا بقى نحط الكافيار. ايوه انت برضه لازم تعملي عليه تيست هيعجبك جدا. اه التاني محدق ده مسكر؟ ده مسكر، ده بطعم الفاكهه. تحفة. طيب ايه بقى؟ هناكل ايه؟ هندوق ده؟ تدوق ايه ده؟ ميكس بقى. ده ميكس، طب ده يتاكل ازاي ده؟ ايه ده؟ أهم حاجة جوز الهند يكون معاكي في الميكس. لا تسلم ايدك يا شيف بجد، أنا بشكرك جدا جدا جدا. ألف هنا. إن شاء الله تكون قدرنا نعجب حضرتك يعني. أوي أوي، بالذات اللي هي الفروت سالاد دي. تسلم ايدك، حاجات بسيطة اتعملت ثلاث سلطات في وقت قليل دقايق. فيهم فيتامين وفيها أملاح معدنية، فيها كل حاجة تختص فيها بروتين برضو. كل حاجة تمام. أنا بشكرك كتير جدا، وإن شاء الله نعمل فقراته للأطفال دي مهمة قوي برضو جداً. فبشكرك جدا جدا جدا، وإن شاء الله نلتقي كده بمزيد من الوجبات اللذيذة. وبشكرك تشاف عبد الرحمن تامر، كنت معانا في 8 الصبح، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من 8 الصبح. ابدأ يومك صح.